السلام عليكم يا شباب، معاكم الباشمهندس حسام. طيب خدنا ايه يا شباب المره اللي فاتت؟ خدنا الار دي والار في والار اي، وشفنا الدايناميك امبليفيكيشن فاكتور بالنسبه للديسبيسمنت، بالنسبه للفيلوسيتي، بالنسبه للاكسلريشن، وطبعا اشتغلنا على الساب، وخدنا الهاف باور باند ويدث طبعا عشان هنحتاجها النهارده جدا. طيب النهارده يا شباب هناخد ايه؟ النهارده الحلقه عندي متقسمه لثلاث بارتات. اول بارت هتكلم فيه على الريسبونس تو فايبريشن جنريتور، او هتكلم على الجهاز اللي بيديني فايبريشن جنريتور، اللي هو اللي بستعمله عشان اقيس الدامبنج في المنشآت ده، او سواء دامبنج او سواء دامبنج او الناتشرال فريكوانسي بتاع المنشأ ده. النهارده الجهاز اللي انا هتكلم عليه فيه ده اول بارت في الحلقه. تاني بارت في الحلقه هكلمك ازاي، او الاختبارات احنا اتكلمنا عليها قبل كده بس هنقولها كده في عجاله على السريع، ازاي تقدر تحسب الدامبنج الموجود في المنشآت. طيب واخر حلقه، طبعا اخر الحلقه واهم بارت في الحلقه، وهو الترانسميسابيلتي، بارت مهم جدا جدا جدا، وعايزك تسيب كل دماغك معايا في موضوع الترانسميسابيلتي لانه بيفتح دماغنا كتير جدا، وهنفتح دماغنا ان شاء الله الكريم النهارده مع بعض في موضوع الترانسميسابيلتي. طيب النهارده يا شباب هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه خلاص نبدا ونقول كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الفايبريشن جنريتور. الجهاز يا شباب دوت انا بستعمله في ايه؟ زي بسيط جدا، انا بستعمله في الاختبارات كلها اللي انا هعملها، يعني ازاي اقدر احسب الدامبنج، ازاي اقدر احسب الناتشرال فريكوانسي بتاع المنشا. انا عارف ان هو جذر الكي على الام، ولكن ده بالقلم والورقه يعني، ولكن طبعا بالحساب ممكن يختلف الرقم ده عن المحسوب، خاصة بقى لو انا عندي حوايط في المنشا بتاعي وعندي حاجات ستيفنس انا ممكن اكون عامل لها نيجليكشن، او ان انا لما زي ما انت شايف انت بتيجي تحسب الاستيفنس بتحسبها بسيطه، يعني سواء بتحسبها 3 اي اي او 12 اي اي او اللي انت عايزه يعني، فاهم؟ فحسب نوع الايه، حسب نوع السيستم بتاعك، ولكن ما بنحسبش معانا الحوايط ولا بنحسب معانا الحوايط، ممكن تتغير جدا في موضوع الناتشرال فريكوانسي بتاع المنشا بتاعي. بالنسبه يا شباب الجهاز عباره عن ايه؟ طيب الجهاز على السريع كده يا شباب عباره عن ايه؟ عباره عن كتلتين بيلفوا عكس بعض، الكتلتين اللي بيلفوا عكس بعض دول بيديني فورس بتساوي ايه يا شباب؟ ركز معايا اهي، اهو ده الجهاز بتاعي عباره عن كتله في الشمال وكتله في اليمين. الكتله تقريبا اللي في الشمال بتساوي التوتال ماس على الاثنين، والكتله اللي في اليمين بتساوي التوتال ماس على الاثنين. الاثنين بيلفوا عكس بعض، عكس بعض كده، عكس بعض يا شباب. طيب تمام، لو احنا حللنا الفورس اللي ماشيه في البتاع ده في نتيجه الدوران ده او نتيجه الروتيشن، هتلاقي ان انا عندي فورس في دي شايفها كده، دي لما انا هاجي احللها هيك كده بفورس، وهحللها كده بفورس، صح؟ نفس القصه دي هحللها كده بفورس وهحللها كده بفورس، فتلاقي ان دي بتكنسل دي، وبيتبقى لي في الاخر الفورس اللي انا شايفها دي. ايه ده بقى؟ بقى لي الام اي اللي هو الماس بتاعي، الماس ده زائد الماس ده، ما هو ده على الاثنين وده على الاثنين، فيبقى لك التوتال ماس بتاع الكتلتين. الاي في الاوميجا سكوير يا شباب، بص تعال كده نفك مع بعض الوحده دي، هي الاوميجا بتساوي ايه؟ الاوميجا سكوير بتساوي ايه؟ بتساوي راد بير سكند، صح؟ تمام؟ طيب الاوميجا نفسها بتساوي راد بير سكند، كبر دماغك من الراد، فهيبقى لك الوحده بتاعت الاوميجا سكوير دي واحد على السكند سكوير، او راد، اهو راد سكوير على السكند سكوير، احنا طبعا مالناش دعوه بالراد، فهيبقى لك واحد على السكند سكوير، صح؟ ده بالنسبه للاوميجا. طيب الاي، الاي بالمتر مثلا او اي وحده. طيب والماس، الماس بالكيلو جرام. طب ما هو الكيلو جرام ده ماس، والام على ده ماس كده. طيب ما هو الام على الساين على الـ على الـ على السكند سكوير دي بتساوي طبعا الاكسلريشن، ما هو ماس في اكسلريشن على طول بيديني الفورس، فبالتالي الايكويشن البي اوف تي دي بتقول لي الام اي اي اوميجا سكوير ساين اوميجا تي، دي الفورس اللي الجهاز بيابلايها او اللي هو بيطلعها، بنقول عليها انبالانسد فورس، تمام؟ او اللي هو بيطلعها نتيجة الدوران بتاعه. طيب حلو قوي، عشان كده يا شباب من المعروف يعني ويفضل ان مفيش مكنة بتعمل روتيتري ماشين وانا اخد منها بس فورس في اتجاه اكس بس، يعني في اتجاه زد بس، لان اي مكنة بتعمل روتيتري ماشين
يفضل ان هي كمان هتديني مركبه في اتجاه الامبلان بتاعها، يعني المفروض ان هي زي ما انت شايف كده دي هي عماله تلف دي، بس عشان كانوا كتلتين بيلاشوا بعض، ولكن لو كتله واحده هتلاقي معايا في فورس في اتجاه زد وفي فورس في اتجاه اكس او اتجاه واي حسب هي بتلف ازاي. فيفضل ان انا لما اجي احط مكنه على السقف اسال واشوف هل المكنه دي ليها اف اكس اف واي ولا هتبقى اف زد بس. فده بالنسبه للمكن. طيب واحنا طبعا المره اللي فاتت او اللي قبلها تقريبا مش فاكر دخلنا مكنه على السقف وشفناها وشغلناها بالستيدي ستيت صح، وشرحناها بالستيدي ستيت وقلنا على الستيدي ستيت وشرحنا ازاي نقدر نحط مكنه على السقف بتاعي بالنسبه لل على الساب. طيب فكده على السريع، طيب نرجع تاني للجهاز بتاعنا المرموق دوت. احنا دلوقتي شفنا ان الفورس بتاعتي بتساوي الام اي في الاي في الاوميجا سكوير. طيب انا يا شباب تعالوا نفتكر كده مع بعض، انا لما قلت لك فاكرين ان فاكرين الريشيو الاوميجا على الاوميجا ان، فاكرين طبعا الكيرف اللي احنا حافظينه ومرسوم. بص انت هتنسى كل حاجه بس تنساش الكيرف بتاع الفريكوانسي ده. احنا قلنا ده الريشيو ما بين ايه، ده الار دي وتحت هنا الاوميجا على الاوميجا ان. قلنا يا شباب ايه، ان لما الاوميجا على الاوميجا ان الرقم ده بيبقى قليل جدا 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 يقترب الى الزيرو، معناها ان المنشأ الارضي اللي هتحصل او الاستاتيك ديفورميشن بيساوي الديناميك ديفورميشن. طب وده بيحصل امتى؟ بيحصل لو انا شغلت المكنه بتاعتي على فريكوانسي قليل قوي قوي قوي، يبقى الفورسد فريكوانسي قليل جدا والناتشرال فريكوانسي كبير جدا جدا جدا، فالرقم بيقترب الى الزيرو، فساعتها الار دي بتساوي واحد، فساعتها بيديني نفس تاثير الاستاتيك ديفورميشن. الكلام ده قلنا 100 مليون تريليون الف مره، الرقم اللي انا بقوله ده ما علينا يعني. طيب تمام، نفس القصه هنا بقى. تعالوا بقى يا شباب انا عايز اختبر المكنه بتاعتي دي، انا عندي مشكله بقى في موضوع الجهاز ده. ايه بقى؟ ان انا عايز اختبر الاستاتيك ديفورميشن، معايا المكنه بتاعتي وعايز اختبر الاستاتيك ديفورميشن. ابسط طريقه او ابسط حل هعمل ايه؟ ابسط حل هشغل المكنه على فريكوانسي قليل، فلما اشغل المكنه على فريكوانسي قليل الفريكوانسي يقترب من يبقى صغير جدا، فبالتالي هيديك نفس تاثير الاستاتيك ديفورميشن. ولكن في الحاله بتاعتي دي ما ينفعش. ليه؟ لانك عشان تطلع فورس من المنشأ بتاعك او عشان تطلع فورس من المكنه، الفورس دايركت بروبورشنال مع الاوميجا سكوير. الكلام اللي انا بقوله ده فين؟ طيب عشان ما نبقاش بنقول بص كاتب لك ايه، ذا امبليتيود، تعالى ايه نقرا كده، ذا امبليتيود اوف ذا هارمونيك فورس از بروبورشنال تو ذا سكوير اوف ذا اكسايتيشن فريكوانسي اوميجا ان، ذيرفور اتس ديفيكولت to generate force at low frequencies and impractical to obtain the static response of the structure. تمام يا شباب، اتمنى الناس تكون فاهمه كلام بسيط يعني مش محتاج حاجه. الجهاز ده بستعمله في ايه؟ الجهاز ده بستعمله ان انا اقيس الدامبنج. تمام، او مش بس الدامبنج، ممكن اقيس بالناتشرال فريكونسي عن طريق طريقتين احنا قلناهم قبل كده. اول طريق الهاف باور باند ويدث، لما كنا بنجيب الار دي ونقسمها على واحد نضربها في واحد على جذر اثنين وناخد الاوميجا اوميجا بي ناقص اوميجا اي على الاوميجا ان ونقول بتساوي الاثنين ازاي، وكنا بنحسب بيها الهاف باور باند ويدث وكنا بنحسب بيها الدامبنج. يبقى اول طريقه ان انا اقدر احسب بيها الدامبنج يا شباب قلنا طريقه ايه؟ طريقه الهاف باور باند ويدث. تاني طريقه طريقه الريزونانس تيستنج، ان انا عارف ان لما بيبقى الاوميجا بتساوي الاوميجا ان، لو فاكرين كان بيحصل تحجيم للناتشرال، تحجيم للريسبونس، فكان بتديني ان زاي بتساوي 1 على 2 اليو ستاتيك على اليو نود في وقت ان الاوميجا بتساوي الاوميجا ان. مش فاكرين؟ تعال معلش كده على السريع عشان اعرف الذاكره اهو. مش احنا قلنا ان وقت ما بيبقى الاوميجا بتساوي الاوميجا ان، اهو ان وقت ما الاوميجا بتساوي الاوميجا ان بيبقى الديناميك ديفورميشن بيساوي الستاتيك ديفورميشن على 2 الزاوية. طب الستاتيك ديفورميشن ديناميك ديفورميشن اقسم اتنين على بعض، معايا ده معاك وده معاك يديك الاثنين الزاوية. طبعا احنا ما بنحسبش بالدلتا، بنحسبها بالاكسلريشن، لان الاكسلريشن سهل ان هي تتحسب في المعامل، ولكن الشيء بالشيء يذكر. طيب عايزين بقى نركز مع بعض عشان احنا خلاص كده الحاجات الابتدائيه البسيطه دي احنا كنا بنفتح بس الدماغ. تعالوا يا شباب تركز معايا بقى كده تركيزا تاما عشان عايزين نتكلم على الترانسميسابيلتي او النفسيه. الترانسميسابيلتي قد ايه من الفورس، يعني ايه كلمه ترانسميسابيلتي يا شباب؟ يعني قد ايه من الفورس تقدر تنتقل من مصدر الفورس للمنشا بتاعي. مش فاهم يعني ايه؟
يعني انا عندي مكنه حاططها على السقف بتاعي، المكنه دي هتنقل فورس للاساسات بقد ايه؟ يعني لو المكنه دي بتطلع فورس ب10، ازاي انا كمهندس اقدر امنع او اقلل الفورس اللي تقدر تنزل لي تحت للاساسات؟ الله، دي الترانسمسابيلتي. يبقى الترانسمسابيلتي عندي مكنه على السقف بتاعي بتدي فايبريشنز، الفايبريشنز دي ازاي تقدر تنتقل للاساسات، ازاي اصلا اقلل الفايبريشن اللي بتحصل فبخليش المنشأ يحس ان فيه باي حاجه، ده الترانسمسابيلتي. مش بس كده، اكبر من كده كمان. تخيل معايا انت راكب عربيه، والعربيه دي يا شباب من العربيات العاليه خاصه ماشيه على طريق وعر او طريق فيه مطبات يعني، فتلاقي ان العربيه وهي ماشيه عماله تعمل كده صح، ولكن انا فوق مش حاسس باي حاجه. ايه اللي بيحصل؟ الفايبريشنز اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل دي ما بتجيليش انا فوق ليه وانا قاعد فوق في العربيه سايق؟ ليه ما بحسش بيها؟ ما بحسش بيها عشان طبعا المساعدين والحاجات دي في قصه كده، في سيستم تحت محطوط. ايه السيستم اللي تحت محطوط مخليني مش حاسس بالحاجات اللي بتجرى من تحت، او الحركه بتاعت العربيه من تحت وهي عماله طالعه نازله على المطبات وعماله تعافر في الطريق؟ طيب مش بس كده طبعا، في تعال نفكر بره الصندوق شويه ونشوف، هو لازم مكنه تنقل للاساسات او لازم مش عارف عربيه ومطبات والجو ده؟ لا، احنا ممكن نخرج بره كده خالص ونفكر بره الصندوق ونتكلم على ايه رايك لو في فرصه جايه على المنشأ بتاعي، انا ممكن اخلي المنشأ ما يسحبش منها اي حاجه. مش فاهم. تخيل معايا زلزال بيهجم على المنشأ بتاعي او بيأثر على المنشأ بتاعي، تخيل ان انا ممكن اخلي المنشأ بتاعي ده ما يحسش بالزلزال، ولا كأن في زلزال بيحصل تحت ولا اي حاجة. تخيل، ليه لا؟ ليه؟ عن طريق الترانسميسابيلتي. لو انا فاهم ترانسميسابيلتي هبقى فاهم المنشأ ازاي ممكن ياخد فورس على اللي ياخد فورس زيادة عن حقه، او بيزي يعني الزلزال يديله فرصة، المنشأ بيسحب فرصة اكتر من الزلزال ما بيديه. يعني لو الزلزال بيديني اكسلريشن مثلا وليكن 15 الاي جي، ممكن تلاقي ان المنشأ بيتحرك معاك باكسلريشن اعلى، بالرغم ان اقصى اكسلريشن الزلزال جايبها اصلا 15. تمام. طيب فبالتالي ايه السيستم او ايه الطريقه او ايه الحاجه لازم، كل اللي انا عايز اقوله ده ايه، كل اللي انا بقوله ايه، ازاي اقدر افهم موضوع الترانسمسابيلتي، ازاي اقدر اشوف المنشأ بتاعي، ازاي اعمل منشأ بتاعي لا يسحب فورس ولا يسحب حاجه. ده واحد. اتنين، مش بس كده، ازاي اعمل مكنه احطها على السقف بتاعي من غير ما تسحب اي حاجه، من غير ما المكنه تتاثر معايا. تلاته، في طبعا ابلكيشن كمان، وهو مثلا تخيل ان انا مثلا بعمل مستشفى جنب مترو، فالمترو ده بيعمل لي اهتزازات، فالاهتزازات دي بتروح للجهاز بتاع المستشفى الحساس جدا اللي هو ما ينفعش يتحرك ولا يهتز ولا يحصل فيه اي حاجه. ايه السيستم اللي تحت ممكن اعمله في قاعده المكن، قاعده الجهاز، جهاز المستشفى دوت اللي هو الجهاز بتاع الاشعه او ايا كان، ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها بحيث ان المنشأ او بحيث ان القعده بتاعتي، ان الجهاز بتاعي ما يتحركش نتيجه حركه الفايبريشنز اللي بتحصل حواليه، سواء مصنع جنبي مثلا بيعمل فايبريشن ضخم جدا، سواء مترو جنبي بيعمل فايبريشن جامد جدا، قطر، ايا كان، اي وسيله مواصلات او اي حاجه بتعمل فايبريشنز عندي ممكن تاذيني. طيب ده يا شباب، ده ايه اللي انا عايز اتكلم فيه؟ ده اسمه الترانسميسابيلتي. طيب تعالوا بقى كده، عشان احنا عندنا خطط كتيره قوي عشان نفهم موضوع الترانسميسابيلتي ده. اولا يا شباب، تخيل معايا انا اهو ده المنشأ بتاعي، ده الايه، المنشأ اهو ده، في عندي مكنه فوق اهي، مكنه زي ما انت شايف اهي، مكنه فوق اهي اللي هي البي اوف تي دي صح، عندي مكنه اهي فوق ودي البي اوف تي، مكنه مثلا عندي ماس اهو، وحاطط هنا المكنه بتاعتي اهي، المكنه بتاعتي المحترمه دي اهي، المكنه اهي، المكنه دي يا شباب بتنقل لي فورس، اللي بياخد المكنه دي او اللي بينقل الفورس من المكنه للفاونديشن حاجتين، الدامبنج اللي موجود في المنشا والستيفنس اللي موجوده في المنشا بتاعي، يبقى دامبنج وستيفنس الكي والسي. فنلاقي ان الترانسميسابيلتي ايكويشن او الترانسميسابيلتي او الاف تي، الاف ترانسميسابيلتي بتساوي الاف اس
نتيجه الاستيفنس زائد الاف دي. طب ما الاف اس بتساوي الكي في الاك في اليو اوف تي زائد السي اوف تي. لو انا عارف اقصى يو بتجيلي ازاي، ما انا عارف قانون الار دي اللي هو بيقول لي 1 على 1 ناقص الاوميجا على الاوميجا، مش الاوميجا على الاوميجا ان سكوير، كله كله سكوير زائد 2 الزاي في الاوميجا على الاوميجا ان كل سكوير، وكله طبعا تحت الجذر. ده احنا قلناه فين؟ قلناها في حلقه الار دي طبعا المره اللي فاتت. نبص كده على السريع اهي، واحد على مش انا عارف ان اليو ستاتيك او اقصى ديفورميشن ممكن تحصل بتساوي اليو ستاتيك في الار دي. طب ما انا عارف الكلام ده وعارف الفلوستي، وعارف ان الفلوستي اللي انا قلتها المره اللي فاتت علاقه الار دي مع الار في، عارف الكلام ده. فلو الكلام ده كله عارفه اقدر اعوض في الايكويشن اللي قدامي دي، ففي الاخر هتديني ايه يا شباب الايكويشن دي؟ ركز بقى معايا عشان نشوف الايكويشن دي هتديني ايه. الايكويشن دي يا شباب في الاخر هتديني ايكويشن محترمه جدا، وهي ايكويشن الترانسميسابيلتي اهي التي ار. التي ار دي يا شباب بتساوي ايه؟ الترانسميسابيلتي قد ايه من الفورس بيقدر يروح. يبقى التي ار دي يا شباب، التي ار دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاف تي، الاف ترانسميتد على البي نوت اللي هو اقصى امبليتيود، او اللي المكنه بتطلعه. المكنه بتديني فورس بي نوت اقصى امبليتيود، الاف تي يا شباب دي ايه؟ قد ايه من الفورس راح. يبقى كل ما التي ار او الترانسميسابيلتي الرقم ده يقل معايا، يبقى الفورس اللي يبقى الرقم اللي فوق ده صغير جدا، يبقى الترانسميسابيلتي او الفورس اللي بتروح قليله جدا. يبقى كل ما الرقم ده يقل معايا، يعني يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو، دي الترانسميسابيلتي يا شباب، وده الكيرف بتاعي. تركز كده مع بعض عشان نشوف هنلاقي ايه بقى. عايزين بقى في الكيرف ده نتكلم كده ونحكي كده وندردش. هنلاقي ان لما الاوميجا على الاوميجا ان الرقم ده بيبقى صغير جدا 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 جدا، تلاقي ان الترانسميسابيلتي بتساوي 1. يعني ان المنشا، يعني ايه كلمه اوميجا على الاوميجا ان بتساوي رقم قليل؟ الاوميجا، الاوميجا ده الزلزال او الفورس اللي بتاثر معاه. طب الرقم ده امتى يبقى قليل؟ لو الاوميجا ان بتاعت المنشا كبيره جدا 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 جدا، فتلاقي ان الريشيو اللي طالعه رقم قليل جدا. ليه؟ طب امتى تبقى الاوميجا ان قليله كبيره جدا جدا جدا؟ ما هي الاوميجا ان بتساوي جذر الكي على الام. لو الاستيفنس بتاعت المنشا بتاعي كبيره جدا 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 جدا، فساعتها ان الاوميجا بتبقى رقم كبير، الاوميجا ان بتبقى رقم كبير جدا جدا، معناها ان المنشا بتاعي ريجيد، معناها ان المنشا هياخد الفورس بالكامل. مش فاهم يعني؟ يعني تخيل معايا صخره ضخمه كبيره كده محطوطه على الارض، والارض بدا يحصل فيها زلزال، هتلاقي ان الصخره بتتحرك مع الارض بنفس الحركه، فساعتها الصخره واخده الفورس بالكامل. فتلاقي ان هي كلها كده مع بعض بتتحرك كتله واحده، بتاخد الفورس بالكامل وتتحرك بيها. طيب ده بالنسبه لل لو الرقم الاوميجا على الاوميجا ان رقم قليل جدا، رقم قليل جدا يقترب الى الزيرو. طيب لو الاوميجا على الاوميجا ان رقم كبير جدا 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 جدا، لو الاوميجا على الاوميجا ان رقم كبير جدا جدا، هتلاقي ان المنشا ما بيسحبش اي فورس من الفورس اللي بتحصل. يعني اتاري اتاري كده. يعني فاكرين يا شباب انا عملت الموضوع ده المره اللي فاتت وانا ماسك طوبه وحبل وقصه كده وحكايه، وقعدت احرك بايدي كده واعمل كده، ومهما حرك ليه؟ لان كانت الاوميجا على الاوميجا ان، لان كان الناتشرال فريكوانسي بتاع الاستراكشر اللي كان معايا ده كان رقم قليل جدا، ما كانش فيه ستيفنس خالص، فبالتالي كان كنت مهما حرك ومهما اثر مفيش فرصه تيجي للمنشا بتاعي او للسيستم بتاعي. عشان ايه؟ عشان الاوميجا على الاوميجا ان رقم كبير جدا. ليه؟ لان معناها ان الاوميجا اللي هو الفورس بتاعتي محترمه، والاوميجا ان الرقم بتاعي الاستيفنس على قده وحالته صعبه كده وضعيف كده شويه، والاستيفنس بتاعته ضعيفه، فبالتالي تلاقي ان المنشا بتاعي ما بيسحبش فورس. بنشوفه فين الكلام ده؟ بنسمع من زي ما نقول ايه، من الاقاويل الاسطوريه او الاقاويل المشهوره. يجي يقول لك ايه يا باشمهندس انت كبرت العمود، شفت كبرت العمود سحب، يقول لك ايه؟ سحب اكتر من فرص الزلزال. ليه؟ ما هي الاستيفنس زادت. ليه؟ ما لما الاستيفنس زادت المنشا رجع،
صح؟ رجعت يعني بعد ما كان ماشي كده، بعد ما كان ماشي كده وخلاص في طريقه الى الرقم قليل، فرجعت انت ورا. فكل ما ترجع ورا كل ما تلاقي ان الاوميجا على الاوميجا ان الرقم بيقل، فتلاقي نفسك بتسحب اكتر. صح يا شباب؟ طيب في ايه تاني؟ هي طبعا مربوطه طبعا بالشكل الريسبونس سبيكترم كيرف، بس هي برضو نفس القصه بنفس الكونسبت بنفس كل حاجه. كله بص يا شباب، كله عامل كده مع بعضه زي ما هنشوف النهارده، كله كده ماسك كده مع بعض وكله شغال كده مع بعض. طيب عشان ما اطولش عليك، طيب تاثير الدامبنج بيعمل ايه في الترانسميسابيلتي يا شباب؟ الدامبنج فظيع زي ما انت شايف، ان عند 0.01 اللي هو 1% الترانسميسابيلتي كبيره جدا. فكل ما الدامبنج بيبقى في المنشا كبير، كل ما الترانسميسابيلتي بتبقى مور افكتيف. صح يا شباب؟ يبقى كل ما يعلي الدامبنج، كل ما تلاقي ان المنشا الترانسميسابيلتي بيبقى رقم يعني بيبقى رقم قليل، فبالتالي تلاقي ان المنشأ ما بيسحبش اي فورس. بمعنى ايه؟ يعني تخيل معايا ان عند نفس النقطة دي الترانسميسابيلتي اهي، بص ده عند 1%، ده عند 10%، نفس النقطة اهي، نفس النقطة بتاعت الاوميجا على الاوميجا ان، نفس الريشيو. يعني هي طبعا مش هي نمشي شوية كده هتلاقي ان ايه رقم ازيد شوية، نفس النقطة دي فوق اهي اهي، تلاقي ان الرقم ازيد شويه. فتلاقي ان تاثير الدامبنج في الترانسميسابيلتي مهم ويحترم وعلى راسنا من فوق، طول ما الريشيو اقل من جذر 2. اول ما الريشيو تعدي جذر 2 تلاقي ان الدامبنج تاثيره يفضل انه ما يكونش موجود. ايه ده؟ مش فاهم. شايف دي كام؟ دي كام؟ دي كده الدامبنج بتاع البوينت 7. بص ماشي ازاي؟ ماشي مسافه طويله جدا عشان يقل، بينما الدامبنج القليل بص شوف الواحد في المية ماشية ازاي، ماشية ازاي، ماشية كده على الحق كده قليلة. فتلاقي ان نزولها بسرعة جدا في الترانسميسابيلتي يا شباب. الترانسميسابيلتي او التي ار دوت مقدار الفورس بينتقل قد ايه، يعني لو بنص يبقى نص الفورس راحت، لو بواحد يبقى الفورس اللي جاية هي نفس الفورس اللي طالعة. لو كل ما يزيد كل ما يقول ده فاكتور او ريشيو، ريشيو بيقول لك قد ايه من الفورس هتتسحب، نص يبقى معناها نص الفورس بس هتتسحب، 10 يبقى 10 مرات الفورس هتتسحب. تمام؟ يعني لو الزلزال يا عيني بيديني مثلا 10، لا ده هتلاقي بقى مثلا 100. فاهمني؟ طيب فطول ما الريشيو ما عدتش جذر 2 الدامبنج افكتيف، من بعد ما بتعدي الجذر 2 لا الدامبنج ما بيبقاش افكتيف معايا، وبيبقى مش يعني زي ما انت شايف انه قلته احسن يعني. طيب ايه الحاجه اللي تجمع من القصه دي، تجمع دامبنج محترم وفي نفس الوقت يبقى الدنيا مظبوطه؟ الرابر. الرابر يا شباب، الماتيريال بتاعت ايه يا شباب؟ الماتيريال بتاعت الرابر او المطاط. المطاط هو الحاجه المحترمه اللي ممكن نستعملها في، خاصه بنستعملها في ايه بقى يا شباب؟ في البيز ايزوليشن زي ما هنشوف دلوقتي. طيب احنا هنشوف الفيديو بتاع البيز ايزوليشن. طيب زي ما انت شايف انا عندي منشأين، ركز بقى معايا، انا عندي منشأ على الشمال اهو اللي هو على اليمين طويل، وفي تحت قاعده اهي زي ما انت شايفها دي بيز ايزوليشن تحت، وفي على الايدك اليمين الشمال منشأ مش معمول له بيز ايزوليشن. يعني ايه كلمه بيز ايزوليشن؟ بيز ايزوليشن يعني انا ضعفت المنشأ بتاعي، ضعفت الاستيفنس بتاعه المنشأ بتاعي، حطيت رابرز تحت او حطيت ايا كان السيستم اللي انا حاطه تحت. هنتكلم طبعا على البيز ايزوليشن في شابتر 21. بس على السريع كده عايزين نفهم بس مع بعض احنا بنعمل ايه. انا عايز اضعف المنشأ، الاستيفنس بتاعه المنشأ بتاعي ده. ليه عايز اضعفها؟ عشان عارف ان انا لو ضعفت الاستيفنس بتاعه المنشأ بتاعي لو عديت الجذر 2، فساعتها الترانسميسابيلتي بتبقى رقم قليل جدا جدا، فساعتها المنشأ ما بيحسش باي فورس بتحصل حواليه، ما بيحسش باي فورس يا شباب بتحصل ايه، بتحصل حواليه. وده اللي انا هعمله. ازاي بضعف؟ اتكلمنا مع بعض في شابتر 1 لو الناس فاكره معايا، عن طريق التوصيل الاستيفنس ان بارلل وتوصيل الاستيفنس ان سيريز، وشفنا الفرق ان انا لو وصلت الاستيفنس قد ايه بتديني استيفنس اضعف من اضعف استيفنس موجوده فيهم، بتبقى الافكتيف استيفنس. يعني انا لو عندي عمود وتحت انا مركب سوسته صغيره كده وبزق العمود ده كده بهوا كده، هتلاقي العمود اتزق معايا. ليه؟ برغم ان هو لو كان عمود كان هيبقى قوي لوحده، ولو كانت سوسته الى حد ما كانت ممكن تبقى قويه، بس الاستيفنس الناتجه عن الموضوع ده
بتبقى اضعف من اضعف ستيفنس موجوده فيه لو كان الاثنين متوصلين ان. فبتبقى الستيفنس الافكتيف ستيفنس النهائيه في الفيلم ده ايه؟ بتساوي ايه؟ ضربهم على جمعهم. الكلام ده تقريبا قلناه في اخر حلقه في شابتر 1. زي ما انت شايف بدانا نحرك المنشا بتاعي. زي ما انت شايف المنشا اللي على الشمال دوت عمال متاثر بالزلزال، والتاني عامل دماغ كده زي ما انت شايف كده وقاعد وهادي وراسي وما فيهوش اي مشاكل نفسيه، ما عندوش اي مشاكل اهو زي ما انت شايف، ما بيتاثرش بالفورس بتاعه. طب ما تيجي نعلي الادوار، نعمل هاي رايز يعني. زي ما انت شايف حاجه 12 دور اهي على العال، ونفس القصه معموله ترانسمسابيلتي. انا عايز بس نبص على حركه المنشا الشمال والمنشا اليمين. زي ما انت شايف التاني في حاجه تانية مش حاسس. ايه يا عم ده تحت الارض تحت بتتحرك، ده في زلزال تحت بيقصر، هو مش حاسس. نفس الفكره تمام. هتلاقي بص هتلاقيه بدا يتحرك امتى؟ تعال كده نفكر مع بعض، هو هيبدا يتحرك امتى؟ لما تبقى الفريكوانسي قليله. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفتوا لما هو بدا يبطئ، لما بدا يبطئ وبدا يطفي الجهاز فساعتها الفريكوانسي قلت. طب ما هو اصلا ما عشان الاوميجا ان بتاعت الموتش ده ضعيفه، هي كمان قليله، فلما تلاقيه بدا يقلل، لو قل يعني قل شويه خالص، فكل ما يقل تلاقيه بقى التاني يبدا يحس. حد فاهم حاجه؟ تاني يعني ايه؟ الناتشرال فريكونسي بتاع المنشا ده ضعيف صح، عشان زي ما قلت لك احنا عاملين له بيز ايزوليشن. فامتى ده يثور انا كمنشا؟ امتى اثار؟ لما تبقى الاوميجا بتقرب من الاوميجا ان، فهو لما تلاقيه بدا يبطئ الجهاز فتلاقيه بدا بتاع ده يتحرك. تعالوا كده نشوف اللحظه دي كده اهي. بص ده كله عمال يتحرك اهو، شايفين؟ بص بقى اليمين بدا يبطئ اهو، بدا يبطئ بدأ يتحرك. بدأ يتحرك. التالت بدأ بقى يعلي الفريكونس بتاع الحركة. انتوا شايفين الجمال؟ والله يا جماعة العلم حلو والتعلم حلو، والله جميل. بس اتفرج كده وشوف. اوبا 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 اوبا. شفتوا يا شباب؟ اهو نهار. والتاني زي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين بصحته وبعافيته. زي ما انت شايف برضو بدا يتحرك لما بدا، هو بدا قبل ما يطفي الجهاز صح؟ طيب تعالى بقى على السريع كده نعمل الموضوع ده على الساب. هنعمل مثلا طن متر سي اي حاجه مع بعض عشان بس ما نطولش. وعندي منشا بتاعي هعمله مثلا ارسمه في الاكس زد. هرسم نقطة في أي مكان في أي حتة أهو، وبعد كده أخد النقطة دي. أنت ممكن زي كالعادة برضو ممكن ترسم جريدات، تعمل اللي أنت عايزه، بس أنا الموضوع مش محتاج جريدات ولا فيلم. أهو 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 أهي، أخد دي كده أرفعها كنترول سي كنترول في وأرفعها مثلا وليكن اللي أنا عايزه مثلا متر ولا حاجة، مثلا أهو 2 متر يا عم. أوكي، وارسم. انا ارسم في الاكس زد اهوت، وارسم ديفاين درو، وهرسم لينك. يا شباب ايه بقى اللي يخليك ترسم لينك؟ عشان اللينك سهل ان انا اتحكم في الاستيفنس بتاعته، ومش محتاج بقعد اعرف ماتيريال ولا الفيلم ده، مش محتاج ان انا اعرف ماتيريال ولا حاجه. وهاجي هنا من الجوينت دي اقول له اساين جوينت ريسترين، ونديها فيكست. تمام تمام. تعالوا بقى عايزين نتكلم على اللينك ده وازاي نقدر نعرفه. اللينك ده ممكن يبقى عمود، ممكن يبقى اي حاجه. هاجي هنا مثلا الاول اساين جوينت ماسز ماسز، هديله ماس دلوقتي عشان يحسب منه الناتشرال فريكونسي. مش الناتشرال فريكونسي بجزء جذر الكي على الام، طب الكي معايا في اللينك والماس هجيبها منين؟ فبضطر ان انا احط له اي ماس كده بحطها له في اني اتجاه. نركز بقى مع بعض. بص الماس هظهر، بس بص هظهر اللوكال اكسس بتاعت الجوينت وادوس تو ابلاي. ماشي اهي، يبقى انا عايز احط ماس في الاتجاه اللي اتجاه الدراسه، الاتجاه اللي فيه الديجري اوف فريدم، اللي هو الاتجاه بتاع المحور الاحمر اللي هو يا شباب رقم 1. فهديله مثلا اقول له 200 اهي، 200 اهي شايفينها. تمام طيب هنقفل دي ونظهر اللوكال اكسس بتاعت اللينك. اللي مش فاكر ارقام اللوكال اكسس او الوانها ومش عارف ايه، طبعا انا حافظها باسم رجب، ريد جرين بلو 1 2 3. هنخش على اللينك
فلو قلنا هنا ده الاخضر، احنا قلنا ريد جرين بلو، يبقى انا هدي له ستيفنس في اي اتجاه، هعمل له موديفاي، هعمل اللينك اللي انا رسمه ده موديفاي واخليه مالتي لينير، واقول له فيكسد في كل اتجاه ما عدا الاتجاه بتاع المحور الاخضر اللي هو هيبقى رقم 2، واقول له موديفاي، ومعلش خلي لي الاستيفنس بتاعته وليكن مثلا بي، هنخلي الاستيفنس كبيره جدا، ايه رايك؟ نخلي الاستيفنس كبيره، فنقول الاستيفنس بتاعته، بص احنا بنقول رقم كبير ضخم جدا، ليه يا عم؟ عشان يبقى الموضوع ريجيت، عشان عايزين نشوف حاجه، نختبر حاجه كده مع بعض، تمام؟ يعني لو قلنا موديفاي 65 يا عم خليها 150، يلا اهو، يبقى الاستيفنس بتاعت المنشأ ده ضخمه جدا، يبقى انا ساعتها هقع فين؟ الاستيفنس كبيره، يبقى الاوميجا ان هتبقى كبيره، يبقى الناتشرال فريكونسي كبير، يبقى الاوميجا على الاوميجا ان هيبقى رقم محترم، هيبقى رقم صغير جدا، صح؟ اوكي، تعالوا بقى نعمل ديفاين فانكشن تايم هيستوري فانكشن لاول مره نخش على التايم هيستوري. طبعا انا هشرح التايم هيستوري كده دلوقتي على السريع كده سخانا، ولكن طبعا هشرحه بالتفصيل المومل المبل زي ما بنقول في حاله الزلازل. فانا معايا تايم هيستوري اناليسيس، انا بقول له معلش عرف لي فانكشن، والفانكشن دي البريود بتاعها ايا كان وليكن 10، والنمبر اوف سايكل، النمبر اوف ستيب بير سايكل اللي هو بيحسب زي ما انت شايف هنا اهو، شايف اللي انت حاسبه ده، دي ارقام هو بيحسبها، نمبر اوف سايكل يعني كل نقطه الجراف اللي هو رسمه ده 0 0 النمبرز اوف سايكل دي 20، بيقسم النمبر اوف ستيب بير سايكل، بيقسم السايكلايه الواحده 20 مره. طيب النمبر اوف سايكل بيفرق معايا في حاجه؟ لا ما بيفرقش معايا في حاجه، بس انا هخليه 30 في الحاله اللي انا فيها ما بيفرقش، ولكن كل ما بتزود النمبر اوف سايكلز طبعا كل ما يكون الموضوع ادق واحسن. الامبليتيود يا شباب، ايه الامبليتيود دلوقتي؟ انا هاثر دلوقتي بعجله او بهاثر باكسلريشن، فالامبليتيود اللي انا بحطه ده ايه؟ امبليتيود الاكسلريشن، يبقى اقصى اكسلريشن انا حاطه هنا كام؟ واحد. يبقى اقصى اكسلريشن انا حاطه بكام؟ بواحد. يبقى انا معتبر دلوقتي ان دي، تعال نقللها شويه نخليها مثلا واحد عشان بس نفهم مع بعض، دي كده سايكلايه واحده بس، سايكل واحده. بص شايف اعلى امبليتيود فوق هتلاقيه بكام؟ بص تحت هنا، بص تحت هنا معايا، بص تحت في الواي هتلاقيها بوينت 99، الواي تحت اهي، هنا هنا هو ده اكس وده واي، بص على الواي هتلاقيها بوينت 99، يعني تقريبا بواحد. والسايكل كلها خلصت في قد ايه؟ السايكل كلها خلصت في كام؟ في 10، زي ما انت شايف 9.97 تقريبا 10، اللي هي الايه؟ البريود الواحده اللي انا حاططها دي. يبقى البريود ده ايه؟ بتمثل لي السايكل واحده بريودها قد ايه؟ النمبر اوف ستيب اللي هو كل النقط دي، النمبر اوف سايكل، سايكلايه واحده، الامبليتيود اقصى امبليتيود. طيب انا دي هقصرها ايه؟ هقصرها باكسلريشن، يبقى الامبليتيود اللي انا حاطه ده ايه؟ ممكن الامبليتيود ده يبقى فورس، حسب انا هقصرها ازاي؟ زي ما هنشوف دلوقتي. يعني لو بعمل مكنه فهقصرها كفورس، اما انا هنا مقصرها كامبليتيود يبقى كاكسلريشن، وهنشوف الفرق، تمام؟ يبقى دي هتبقى 30 ودي هنخليها بواحد زي ما هي، تمام يا شباب؟ تمام. وندوس اوكي. طب نغلي نسمي فانكشن، نسميها اي حاجه يعني، ما تبقاش كده شكلها مش لطيف يعني، نخليها ساين مثلا، ساين فانكشن، وندوس اوكي. اوكي واجي هنا ديفاين لود كيس، واقول له اد نيو لود كيس، واقول له معلش اعمل لي لود كيس، هنسميها تايم هيستوري لود كيس، هنتكلم على النينير مودل والدايركت انتجريشن كل ده هنتكلم عليه، وال بس مش دلوقتي طبعا، الاكسلريشن. يبقى هنا بص بقى انا بقول له ايه؟ بقول له معلش الفانكشن اللي انا معرفها دي هنقول نقول مثلا سيزميك، يبقى زلزال على شكل ساين ويف، وطبعا مش منطقي او مش معقوله ان ممكن الاقي زلزال على ساين ويف، الزلزال في انفاينايت نمبر اوف فريكونسيز، فما ينفعش ان انا اقول زلزال على ساين ويف، ولكن للتبسيط بس عشان نشوف ونعرف ونبقى حسبه مظبوطه يعني. برغم ان زلزال المكسيك، يعني لو بصيت كده على زلزال المكسيك، يعني لو رحنا مثلا صفحه كام؟ من 3 6 مثلا، بص زلزال المكسيك اللي حصل
بص زي ما انت شايف ده شكل الزلزال، ما هو ده اللي انا برسمه، ده اللي انا بعمله حالا دلوقتي على الساب. انا بدخله زلزال حقيقي، بدخله زلزال تايم هيستوري، علاقه ما بين التايم والامبليتيود، ده اللي انا مدخله دلوقتي، بس انا مدخله على انه ساين ويف. فبالتالي طبعا انت شايف زي ما انت شايف زي رسمه القلب، زلزال ده زلزال حقيقي. بس لو رحت شفت مثلا زي زلزال المكسيك هتلاقيه تقريبا تقريبا هارمونيك، يعني تقريبا زلزال المكسيك اللي هو تحت ده، خاصة يوم ما ضرب المنشآت المتوسطة الارتفاع، ده زلزال المكسيك يا شباب زي ما انت شايف اهو تحت اهو، تقريبا تقريبا ممكن نمشيها هارمونيك. نرجع تاني للساب، المهم انا عايز اثر باكسلريشن في اتجاه ايه؟ في اتجاه يو واحد. الفانكشن اللي انا هستعملها ايه؟ الفانكشن اللي انا معرفها اللي هي ساين، هقول له ايد. هنا الفرق ده الرقم ده نمبر اوف اوتبوت تايم ستيب، طبعا انا مش فارق معاك الكلام ده دلوقتي خالص، هشرح لك الكلام ده وانا بشرح نيوميريكال ميثودز في التايم هيستوري. الدامبنج مش فارق معايا برضو، ماشي هسيبه 5%، ما عنديش مشكله، مش فارق معايا الدامبنج اصلا، هقول لك ليه. اوكي اوكي بس خلاص خلاص ونرن رن يوم، بس طبعا ما سيفناش ولا سيفنا، سيف سيف يا عم اي حاجة هنسميه مثلا مثلا ايه نسميه مثلا ترانس، بس ترانس مسابلتي بدل ما نقعد نكتب. تمام ونرن ونشوف نتفرج كده نشوف ايه اللي هيحصل. شد حيلك معلش شباب، الحلقة طولت بس احنا هنا يعني مستمتعين، يعني اتمنى نكون مستمتعين والله. اهي طلعت، اهي المكنة طلعت قماش يعني الى حد ما، مش عايز اكبر اكتر من كده. نيجي من هنا كده نعمل جوينت، نيجي من هنا نعمل بص الاول، تعالى كده نشوف ال الله تعالى، شايفين المود شيب؟ المود شيب نفسه اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو التايم بيريود او الناتشرال فريكوانسي، بس طالع لك الاف بكام؟ بانفاينايت، يعني رقم انفينيتي، لان انا عامل المنشا ريجيد قوي، فبالتالي الاوميجا على الاوميجا ان هيطلع رقم قليل جدا، لان الناتشرال فريكوانسي بتاع المنشا كبير انفاينايت، فمهما قصرت هيبقى المنشا بتاعي مش. تعالى بقى نشوف بقى ايه الكلام اللي انا عايز اقوله دلوقتي. سيزميك هات لي الابسوليوت اكسلريشن، مش انا عرفت البتاع ده على انه اكسلريشن؟ تمام هات لي معلش الايه الانفو، دوس ابلاي. شايفين يا شباب؟ تعالى نعمل ستارت انيميشن بالظبط. يبقى انت لو شفت، شايف الارض، شايف المنشأ كله بالكامل بيتحرك حركه واحده مع الزلزال، بيتحرك حركه واحده، بص كله من تحت بيتحرك حركه واحده، مش فاهم. ابلاي ستوب، استنى تعال نشوف الاكسلريشن كده فوق بكام؟ ب 0.58 تقريبا بواحد. طبعا لو انا يعني كبرت النمبر اوف سايكلز او كبرت النمبر اوف سايكلز وعليت التايم ستيب هيديك الرقم ده بواحد. يعني لو كبرت النمبر اوف سايكل، هو مش وقته بس يعني تعالوا نعملها على السريع كده، نعلي شويه ال من هنا نسوي موديفاي عن النمبر اوف سايكل، مثلا نخليها مثلا بنزود صفرين مثلا ولا حاجه. اوكي اوكي هنتكلم على الكلام ده اكيد طبعا في حاله النيوميريكال في شابتر 5 ان شاء الله كريم، وهنتكلم على اسم اللي احنا بنعمله ده ايه، وازاي ان انا ممكن لو عليت التايم اوف الستيب وقللت الدلتا اللي انا بحسب بيها، وهو اصلا كده كده عشان شغال بالمودل. جايبه اكسلريشن كام؟ ابسولوت اكسلريشن، ابسولوت اكسلريشن جايبه بواحد، يبقى الارض اديته، ما هي الارض مديه ساين واحد، الامبليتيود بواحد، فهي خدت الاكسلريشن كله. ليه؟ عشان هي ريجيد. طب الكلام ده موجود فين؟ يبقى هتلاقي ان ساعتها الترانسميسابيلتي، الترانسميسابيلتي او جراف الترانسميسابيلتي اللي احنا كنا فاكرينه، يبقى انا واقع فين؟ يبقى انا واقع في تي ار بتساوي واحد، لان للارض اديته انا خدته كله. يبقى للارض اديته مهم.
يبقى الفورس او الاكسلريشن اللي الارض بتتحرك بيها انا كل ده انا خدته او استقبلته. فبالتالي تلاقي ان واحد، ان رقم واحد الترانسمسبيلتي بواحد. فمعناها ليه؟ لان المنشأ بتاعي زي ما قلت لك وريتك ان الانفينيتي بتاعته او ان الفريكوانسي بتاعه انفاينايت، او الناتشرال فريكوانسي بتاعه انفاينايت. طب ما تيجي نقلل نتفرج على السريع اهو. عشان كده بقى انا رسمته ايه يا شباب، عشان كده انا رسمته لينك، بحيث ان انا اعرف اغير في الاستيفنس زي ما انا عايز بقى، ما اقعدش بقى اقعد اغير في الاي والاي ومش الاي، واعرف ماتيريال والفيلم ده كله. فدلوقتي مثلا بدل ما كانت كده مثلا هنخليها 0.0001. فانا يعني خليتها 0.0001 دي يعني ايه؟ حس ان الاستيفنس بتاعتي البتاع ده ضعيفه جدا. فلما تبقى الاستيفنس ضعيفه تعالوا نتفرج. واحد طبعا الاكسلريشن اللي فوق 1 × 10^8، يعني تقريبا زيرو، يعني تقريبا الماس فوق ما بتتحركش. تعال نتفرج على الايه الستارت انيميشن. المنشأ فوق مش حاسس بحاجه، ما هو ده اللي حصل في البيز ايزوليشن ده بالظبط. الفيديو اللي لسه موريهولك هو الكيسه دي، هي الكيسه اللي انت شايفها قدامك دي. الارض تحت بتتحرك وهو كماس فوق مش حاسس باي حاجه. ليه؟ عشان انا ضاعف السبورتنج سيستم، فبالتالي ما نقلش فورس. فبالتالي زي ما انت شايف المنظر اللي انت شايفه قدامك ده بتاع عمال يتحرك فوق، وهو زي ما انت شايف كده المنظر اللي انت شايفه قدامك ده. اتمنى بجد تكون استفدت وفهمت كل حاجه. بس عايز السريع كده ما تيجي يعني نوقف ساب بقى خلاص كده. انت شايف كانه متمرجح تحت، مش منشأ فوق مش جاي له فورس. ما هو نفس الكيسه بالظبط اللي انا لسه موريها لك في الفيديو. الفيديو اهو بص، تحت ده عمال يتحرك، هنا في سبورتنج سيستم، تحت هنا في سبورتنج سيستم، السبورتنج سيستم مش ناقل الفورس للمنشأ، فهو ده اللي انت شايفه. تمام. ولكن طبعا انا ضعف الاستيفنس جدا. طبعا يا جماعه احنا بنتكلم في كلام يعني زي ما نقول نظري شويه، ولكن في الحقيقه انت ازاي تقدر تعمل سبورتنج سيستم للفيرتيكال يقدر يشيل فيرتيكال او جرافيتي لود، وفي نفس الوقت ما يشيلش هوريزونتال لود. هي دي الفكره، وهو ده الكونسبت اللي هم عايزين يفكروا فيه، واللي احنا بنفكر فيه، وكل الناس اللي بتعمل بيس ايزوليشن بتفكر فيه. ازاي انا اقدر اعمل مثلا جهاز او مثلا سيستم سواء سوسه رابر ايا كان السيستم، يكون الفيرتيكال قادر يشيل الجرافيتي لود. ما انا مش هحط ستيفنس تعبانه، ما انا لو حطيت مثلا سوسته صغيره ولا حاجه كده دي مش هتشيل الجرافيتي لود، فالسيستم هيقع. فاي عندي او سيستم يقدر يشيل السيستم اللي انا عامله تحت ده يقدر يشيل جرافيتي لود، بس ما يقدرش يشيل هورزونتال لود او الفيرتي او الهورزونتال ستيفنس بتاعته ضعيفه زي ما احنا شايفين. طيب احنا بصينا برضو يعني على السريع كده في الكود المصري بتاع الاحمال. تعالوا كده نبص ونشوف هو رسم الكيرف ازاي. لو بصيت هتلاقي ان انا عارف ان ده التايم بيريود بتاع المنشأ. طبعا انا هتكلم على الريسبونس سبيكترم ده باستفاضه الاستفاضه انشاء الكريم في شابتر 6. ولكن كل لو بصيت على المنشأ اللي قدامك دوت او على الريسبونس سبيكترم اللي قدامك ده، هتلاقي ان عندي لما كانت التي، ما هي التي عكس الفريكوانسي، معنى ان التي صغيره جدا جدا معناها ان الفريكوانسي كبير جدا جدا جدا، معناها ان المنشأ بتاعي ريجيد جدا 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 جدا. ما هي التي تايم بيريود عكس الناتشرال فريكوانسي. فبالتالي لما يبقى التي بتاعتي صغيره جدا 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 يبقى المنشأ بتاعي ريجيد جدا 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 جدا. فبالتالي تلاقي ان الاكسلريشن او الفورس اللي بيحصل عليها المنشأ بتساوي الايه؟ جي، الكتله التصميميه بتاعت المنشأ اللي هي العجله اللي الزلزال بيتحرك بيها. فاهمين حاجه؟ طيب اتمنى تكون الناس فاهمه ومستفيده من الموضوع دوت، ويا رب يرزقني ويرزقكم العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الكريم الحلقة الجاية هتكلم معاك على الانرجي، ونتكلم نشوف موضوع الانرجي دوت والدامينج انرجي واللي بيحصل في الديسيبيشن. وطبعا عايز اكلمك على الهستريسيس دامينج اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده في الستيدي ستيت، وما كناش عارفين نستعمله فين وهنستعمله امتى. وان شاء الكريم الكلام ده كله ان شاء الكريم هكلمك عليه الحلقة اللي جاية، ويا رب يرزقني ويرزقكم العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.